السلام عليكم الناس زوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم اليوم جيتكم باش أو لاول مره غادي نصور الفيديو ديال لوبيا البيضه اللي انا رطبتها في الماء بيته كترطب. البنات نصيحه، ما ديروهاش في الماء، ما ديروهاش في الماء سخون، من حيث الماء كديرها في الماء سخون في الطياب ديالها كترتق، يعني كتحل بزاف. ديروها في الماء بارد، انا درتها في الماء بارد، بيتها في الماء بارد كطيب كترطب. سمحوا لي. واليوم دابا غادي نوري لكم، اليوم غادي نشوفوا كي غادي تجينا اللوبيا ان شاء الله. عندي هنايا القميله ديالي فاش غنطيب البنات ولا الناس الزوينين اللي انا كنحبكم بزاف، والشكر كيرجع لكم بالقناة ديالي اللي راها وصلت لهذا المستوى هذا. بصراحة بالفضل ديالكم الناس الزوينين، الناس الطيبين، الناس العزاز. عندي هنايا لوبيا، انا بصراحة ما عادش نقول لكم شحال درت، من حيث كل واحد كيدير على حسب العيال. انا كنظن انا بوحدي راني يعني كثرت، درتها زايدة من حيث كتنفخ كما تشوفوا، راها ولات زايدة. عندي هنايا بصلة اللي هي مقطعة هكا، اللي هي مشلضة شوية رقيقة. عندي هنايا حبة ديال المطيشة اللي حتى هي شلتها هكا، وعندي هنايا غير قبطة ديال المعدنوس. انا كنظن بلي خاصو يدار حتى القزبر، ولكن انا اكتفيت غير بالمعدنوس، ما غاديش نديرو كله يعني، حتى الا حليت عليه، حيت صراحة كطيب دغيا دغيا كطيب. البنات بحكم اللوبيا عندي كطيب بالزربه يعني ما كتعطلش، هذا علاش فضلت ندير معها غير طريفين ديال الدجاج هكا. انا بغيت غير نسم يعني، غير ما تجيش هكا بوحدها. درت هاد الطريفين ديال الدجاج، نورمالمون يدار معها شويه ديال اللحم، مي انا درت غير هذا، درت غير الدجاج بحكم عندنا اللوبيا دغيا كطيب. غادي ندير هنايا البنات، عندي هنايا يعني السنوف ديال الثومه، يعني راس ديال الثومه اللي انا درتو هكا، وراني غير تكيت عليه بداك الاخرى باش خرج، يعني ما رانيش دقيتها، وهي بصراحه اي حاجه اللي كتدق كتعطي المذاق احسن، كتعطي المذاق زوين. وهنا غادي نبداو نديرو التوابل بعد ما درنا كاع المكونات درناهم. هنا غادي نبداو على بركه الله. انا بصراحه بعض المرات كندير خرقوم، ولكن بعض المرات كندير ملون صناعي يعني الزعفران، ما غاديش نديرو كله، كتافي غير بهذا الشيء. هنايا ندير، ما غاديش نكثر التوابل بزاف صراحه، راه خصنا باش تجي الحاجه عطيه المذاق ديالها خصها ما نكثرولهاش بزاف. عندي غير نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، وعندي ما كملش نص معلقه صغيره ديال الابزار، من حيت الابزار حار وما صالحش بصراحه للناس اللي عندهم المعده ولا اللي عندهم الكبده، يعني بصراحه راه كيضر. وهنا عندي تحميره ولا الشونيه، كل واحد كيفاش كيقولها، ولا فلفله حلوه. المهم غادي ندير جوج معلقات صغار، هي ما عندنا علاش نخافوا منها يعني، ما فيها حتى شي ضرر، غير فلفله وحلوه. وهنايا غندير نص معلقه صغيره ديال الكمون، حنا عارفين باللي القطاني كيمشي معها المذاق ديال الكمون، كتجي زوينه. وغادي نضيف يعني الملح، غادي ندير على حسب الذوق، يعني ندير غير قياسي فراسي، ديروا قياسكم ولما تحلوا عليها الذوق شوفوا واش مازال محتاجه ولا صافي. هنا غادي نضيف واحد الفلفله حاره،
تمنى ما تحلش. وهنا غادي نخلط الخليط كله، هنا غادي نخلطو هكا. نورمالمون انا نهزها ونقلبها بيدي، يعني ندير لها ديك اللعيبه ديال هكا، ولكن ماشي مشكل. صراحه اللوبيا كتجزينه، ما تكثرولهاش الماء البنات بزاف، ونقصوا لها الغاز، خليوها طيب غير على راحتها. هنايا غادي ندير زيت اللي هي زيت العود، ندير شويه كمان، انا كتعجبني نطيب الزيت البلديه كتعطي مذاق زوين، كتزيد واحد البنه في ال. وغادي نزيد الزيت العاديه، ما بغيتهاش تجي غير الماء. عاوتاني كاين الناس اللي كيطيبوا كتجي غير الماء، كتجي باسله بصراحه. وهنا كنظن بلي درت كل شيء، دابا غادي نضيف عليها الماء، غادي نضيف غير الماء، ما غاديش نديرها لا تقلى لا حتى شي حاجه، ديريكت غادي ندير عليها الماء ونديرها طيب. هنا البنات لما درت الماء كيما قلت لكم ما تكثروش الماء بزاف، يعني ديروا الماء غير غير كيتغطى لكم هكا اللوبيا، حيت ديجا بيته كترطب في الماء، يعني بيته الليل كامل في الماء. وهنا علاش ما خصناش نكثروا لها الماء بزاف باش ما تجيناش جاريه، وما غاديش نجهدوا للنار، يعني غادي نخليوها طيبة على نار مهيله هكا باش تجينا بنينه، ما تجيش محلوله وتجي باسله، يعني طيب غير في هذا الماء اللي قليل كما قلت لكم، وغادي تجي بنينه ان شاء الله. يلا دابا غادي نحطها تبدا تغلي، وغادي نسد عليها، وغنتلاقاو لما غادي طيب ان شاء الله. غير على فكره البنات راني انا نسيت نقول لكم في بلاصه ما در، يعني درت المعدنوس، ولكن القزبر كنفضل نديرو انا القزبر مطحون، يعني القزبر حبوب ومطحون، وانا درت نص معلقه لما زدت الماء. دابا غادي نديرها طيب ان شاء الله. ولا البنات دابا انا راني طفيت على الكوكوط ديالي، غادي نفتحها ونشوفو واش طابت ولا مازال. بصراحه راني نفستها صافي، وغادي نحلو ونشوفو واش طابت ولا مازال. ها انتما كيما كتشوفو معايا هاكا كتجي اللوبيا اللي انا درت اليوم، وبصراحه راه جات كتبان لي هي هذيك. غادي دابا غير نذوق، وغادي نشوف واش مالحه ولا مسوسه، وصافي. بصراحه خاصها شويه الملحه، وهنا غنضيف لها الملحه، الملحه ما غاديش تشدنا على غير شويه صافي، وغادي نحط. ولا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال اللوبيا ديالنا اليوم. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يكون واضح. بصراحه كنشوف بحال الا ما بيناش مزيان. ولا البنات كتجي بهذا الشكل هكا، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكون واضحه. بصراحه جات معاك الطيب دغيا، جات بصراحه بنينه، ونتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. والمريقه جات هي هذيك، ما زدت لها لا ما لا حتى شي حاجه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش معكم لايك والاشتراك الناس اللي دخلوا جداد، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.